يعد استقبال وتوزيع زكاة الفطر من أهم المشاريع السنوية التي تنفذها جمعية البر بالأحساء، وتحرص من خلاله على تحقيق الضوابط الشرعية والأهداف المجتمعية. وفي هذا العام ولأكثر من 130 ألف مستفيد، تستعد الجمعية لتوزيع زكاة الفطر بالمحافظة، وتأتي الاستعدادات متوافقة مع ما نعيشه حاليا مع جائحة كورونا. في العام الماضي كان هناك استقبال لزكاة الفطر العينية، بحيث جمعية البر تستقبل الأرز والتمر وغيره من الزكوات. هذه السنة لم نعد نستقبل الزكاة العينية حفاظا على سلامة الجميع، والحقيقة أننا لمسنا استجابة، وخصوصا من كبار السن الذين يفضلون التحويل البنكي والمعاملات الإلكترونية على الحضور إلى الجمعية لإحضار الزكاة أو توزيعها بأنفسهم. في الحقيقة أمنت جمعية البر بالأحساء كمية من زكاة الفطر العينية، والتي ستقوم بتوزيعها على المستفيدين والمستحقين الشرعيين لها من خلال التحويل إلى أكثر من 21 منفذ تجاري. 14 مركزاً منتشر في المحافظة ب 36 مكتباً يستقبل الراغبين في تقديم زكاة الفطر وفق الضوابط والاحترازات الصحية. في ظل جائحة كورونا، اتخذت جمعية البر بالأحساء إجراءاتها الوقائية، وذلك بتحويل استلام زكاة الفطر إلكترونيا حفاظا على سلامة الجميع. للإخبارية محمد عبد اللطيف، الأحساء.